السلام عليكم. العياشة هذه والله ما نقدر نفوتها، يعني حاولت أنني نتفادى ما نشوفهاش، حاولت أن نتفادى أنني ما نعلقش عليها، ولكن الله غالب، والله ما قدرت، سمحوا لي والله ما قدرت يا جماعة. الإسبان علقوا صورة في الشوارع نتاعهم بمناسبة الانتخابات اللي راه عندهم، ويتكلموا سانشيز يقولوا له باللي السيد اللي راك تقبل فيه بوش ابوش في هذا الصورة هو اللي المفروض يفوت عليك، وطبعا يقصدوا في ميمي ستة. إهانة كبيرة جدا وصفعة على خدود العياشة والهيشر والبوسبيريين ولاد البرطوش، يعني باش يعرفوا باللي قيمتهم هزيلة وهزيلة جدا. ما ينفعكمش يا سمك الشبوط، مش راح ينفعكم سليمي بالأكاذيب نتاعو، ولا ينفعكم أبرنوس بالتهريج نتاعو، ولا ينفعكم الفزازي بالنفاق نتاعو، ولا ينفعكم راس السلحفات أسعد الله شرعي اللي جبتوه من اليمن. هذو الناس كامل مش راحين ينفعوكم أمام حقيقتكم اللي أصبحت والله العظيم غير مؤلمة أكثر من كونها أنها مثيرة للسخرية. والله يعني شيء كهذا، يعني من أي إنسان يعني عنده ذرة من كرامة ينتفض خلاص. المشكلة يا سمك الشبوط أنكم لما قلتها إسبانيا راح تلتزموا الصمت، والله ما تردوا، والله واحد ما راح يتكلم. نتحداكم بما ما نشعر الصنايني نتاعكم السليبي الفزازي هذا الأبواق اللي راكم دايرينهم، نتحداهم أنهم يردوا على إسبانيا. ما يردوش على إسبانيا، لن يردوا، لأنه إسبانيا سيادكم، ولأنه إسبانيا حاطينكم تحت رجليهم سيادكم وحاطينكم تحت رجليهم. والله ما تردوا عليهم، لكن شاطرين فقط في الافتراء والطعن في أعراض الجزائريين وعرف مصطفى بونيف وفلان وفلان، وقعد دير عليه الإشاعات. ولما تخرج لك حقيقة كما هذه من 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 دولة تستعبد فيكم، تخنسوا وتسكتوا، لأنهم هم سيادكم واعتبرتوهم سيادكم، حتى الملك نتاعكم ذليل أمامهم. والله أمر كما هذا كان من شأنه أن يثير انتفاضة شعب ليكون يكون حي، ولكنكم سمك شبوط لا حياة ولا حياء لمن تنادي.